السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في كتابة المذكرات الأدبية. المذكرات هي سجل لأهم الأحداث والمشاهد التي عايشها الكاتب نفسه. يلجأ الكاتب إلى المذكرات إلى طريقتين عند سرد الأحداث: استخدام ضمير المتكلم حينما يقول أنا أو سرد أحداث شخص غائب هو. ويرشدكم أبنائي إذا أردتم تدوين مذكرات أن تتبعوا الآتي: تحديد الفترة الزمنية التي تتحدث عنها المذكرة، التذكير بالأحداث والتفاصيل التي حدثت في تلك الفترة، استبعاد الأحداث غير المهمة، ترتيب الأحداث المهمة، سرد الأحداث، وتصور المواقف المهمة. نشاطات التعلم: حدد من الفقرتين اللاحقتين الخصائص الدالة على أنهما فقرتان من مذكرات أدبية. والسيد إسحاق خطيب رائع كثير ما يلقي الخطب في المناسبات، فيأخذ بمجامع القلوب بأسلوب بسيط مؤثر. كان يفاجئنا كثيرا أثناء الدروس، نلتفت فإذا هو جالس في الصفوف الأخيرة، يحضر الدرس ويراقب أعمال المدرسين. وعندما ترك مديرية تحضير البعثات فيما بعد، أقمنا له حفلا كبيرا بالمدرسة لتكريمه. حضره رجال العلم والأدب في مكة، كل تلاميذ السيد إسحاق يعتزون به، وقد أصبحوا أصدقاء له يفخرون بصداقته. ولكنه صديق يختلف عنه كأستاذ، فإن له مع أصدقائه مقالب وتحريشات، ولذلك فإنهم يأخذون حذرهم دائما من مقالبه. مذكرات طالب للأديب السعودي حسن مصير. هنا في التعليق نجد صفتان مهمتان: السرد التاريخي واستخدام ضمير الغائب. الفقرة التالية: لا أذكر شيئا عن حياتي مع والدي، ولكن أذكر جيدا عندما مات. أذكر أننا ونحن عائدون من المقبرة أنني كنت مع بعض أقراني من الذين حضروا الدفن معا، سرعان ما نسيت ما أنا فيه، وأخذت أضحك مع صديقي بصوت عال، ثم لم ألبث أن تذكرت أن أبي قد مات، وأن علي أن أبدو حزينا متجهما، ولكن سرعان ما عدت مرة أخرى إلى الضحك والمزاح، وكأن شيئا غير عادي لم يحدث. كان أقرباء والدتنا أشد فقرا منا وأقل حيلة، وكان على الكبير والصغير أن يسعى في طلب العيش واتقاء الفاقة. ويروى عن واحد من السابقين، ولعله الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، أنه قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وأنا لا أشك للحظة واحدة أن كل فقراء الدنيا يشاركون الخليفة الراشد أمنيته تلك. ولا شك في الحياة أسوأ من الفقر، ولا شيء في الحياة أسوأ من الفقر، ولا شيء يحول الحياة إلى كابوس دائم من الحزن والشقاء مثل الفقر، ما لم تقله الوظيفة. للأديب السعودي منصور بن محمد الخليجي. التعليق هنا: الموقف محدد زمنيا ومكانيا، واستخدام ضمير المتكلم. ثاني صفحة 156: من هم الأشخاص الذين تعتقد أنهم في حاجة إلى كتابة المذكرات؟ من هؤلاء: رجال الحكم والسياسة،
العلماء والأدباء، الوجهاء والمربون، القضاة والمحامون. التدريب الثالث، إلى جانب القيمة الفنية للمذكرات الأدبية يجد القارئ فيها كثير من المنافع، فهي سجل للأحداث التي تعرض لها كاتبها، المتعة الفنية، مصدر تاريخي للمجتمع أو الوطن، مصدر مهم لنقل الخبرات. الرابع جدول، والمطلوب منك حل هذا صفحة 157، خطوات كتابة المذكرات. منها تحديد المدة الزمنية التي ستتحدث عنها المذكرة، تذكر كل الأحداث والتفاصيل التي حدثت، استبعد الأحداث غير المهمة، أرتب الأحداث المهمة، أبدأ سرد الأحداث وتصوير المواقف حسب عواطفك. التدريب الثامن، تتأثر قدرتك على كتابة المذكرات الأدبية بمدى مهارتك في كتابة الوصف الأدبي، وذلك أن بها فنون بلاغية كثيرة تحتاج إلى ثقافة بلاغية، بها عواطف، بها رأي شخصي، بها وصف. إلى هنا أبنائي الطلاب نأتي إلى ختام هذا الدرس لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.